السلام عليكم. اليوم بصادف عيد ميلاد ليلى السادس. ليلى بهالمناسبة حابة تساعد طفل غير قادر على الحركة وتقدم له كرسي كهرباء. نحن حاليا رايحين لعند طفل أسامة. أسامة هو طفل يتيم معه نقص أكسجة سببت له إعاقة حركية دائمة. تابعونا وشوفوا كيف رح نفاجئه. ما بيعرف انه هي اخر مره رح يركب فيها هاي الكرسي.